أم فهد أو أها مقع رسمي أها قفران سوادي هيا لقلت لي عاصمة الدلك العراق إيه بغداد نين دبلي أها أو وطي موطا أيا تعشيرات كفري أم فهد أو حلقة سيكو دحشيرتي قدها قاري ذا أو تاقنا بنانك قوري جيدا أي كد جنيد دقمة زيونة هي عاصمة الدلك العراق إيه بغداد إلى وردية أمانك أها أو كتر سن عراق أيا وكالة دورك إيه إف بي أو حقيقي إن نينكا جيستا فالكا ديلكا أو أمو قانايي ميد جينايي عمتو هذا القرال أه أو كسو بحي وسارة داري مها قدها إيه دالكاسي أيا لغو شاقي إن قد قبرا أه لو ساري باريتانكا ديلكا هويني داسي عانكا كأهيد براها بلشدا لنا عكالي هويني ديني براها بلشدا كسو قلي جرتا أمو فهد أيا لا شاقا إني بارتا تيك توك تعان كأهيد إيادو أينا كوحرنايين tobanaan kun oo followers ah waxaan la sheegay halkaasi inay ku soo bandhigi jirtay ciyaaraha qoobka ciyaar bishii February ee sanadkii hore 2023kii waxa ay maxkamaddu ku xukuntay xabsi 6 bilood ah kadib markii lagu helay inay barteeda TikTok ta ku soo bandhigtay muuqaalo hoos u dhigaya anshaxa guud iyo xishoodkaba si kastaba ha ahaatee shakhsiyaad kale oo aan ka aha baraha bulshada ee ku noola dalka Iraq ayaa sidan iyo kale loogu bartilmaameedsaday weerara gaadma ah gudaha dalkaasi Ciraaq. Ku mahadsanid daawaday ku xirnaashaha bogeena Facebook ee CBA TV.